السلام عليكم. يا اليوم راح اسوي مقبلات جاجيك. نحتاج خيار، نحتاج ليمون، ونحتاج لبن. اللبن يكون شوية حامض، وطبعا الكمية التقديرية. واذا عجبكم الفيديو لا تنسون تسوون لايك واشتراك بالقناة. طبعا اول شيء نقطع الخيار وسكينة مالتي لحمته. يلا نبلش. هذا بنحتاجه. بعد ما سوينا بهاي الطريقة قدر الإمكان يكون ناعم. ما عشتي هيك شريدة وهسه راح نخلي اللبن. هاي القشوة ناخذها ما نحتاجها. هسه نخلي الليمون. بعد ما عصرنا الليمون نرجع نقلب. بس نخلي اخر شيء، نخلي رشه مال ملح ونرجع نقلب. وهسه انطوقه. طعمه كلش طيب، ما يحتاج بعد اي شيء نضيف له. لكن اذا تحبون تقدرون تخلون فوقه نعناع ناعم، بس انا ما احبه فما راح اخليه. هسه بعد ما كملت عندنا بهذا الشكل نخليها بالثلاجة تقريبا نص ساعة، وراها تتقدم للأكل. يابا وألف ألف عافية.